بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بجميع الإخوة متابعي قناتنا طائر الحسون المغربي، مرحبا بكم جميعا. متابعة لباقي الدروس السابقة حول تربية وإنتاج الحسون داخل السلاكات، يعني الآن نحن اليوم أول يوم للفقس للعش الذي كنا نتابعه، يعني فقس أول بيضة الحمد لله. كما تلاحظون هذا هو العش الذي سبق وتكلمنا عنه، وسنلاحظ الآن يعني بداية يعني فقس أول بيضة والحمد لله، يعني هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. نتمنى من الله التوفيق للجميع لكل الإخوة، فقط علينا يعني الصبر ومتابعة العمل، وإن شاء الله ستكون نتائج جيدة للغاية الحمد لله. الحمد لله تعالى، يعني بداية فقس البيض وتفريخ فراخ صغيرة والحمد لله. كما تلاحظون في الصورة، كما تلاحظون يعني فقس أول بيضة الحمد لله، ما شاء الله إن شاء الله تعالى. يعني فقط ننصح الإخوة بالعمل، متابعة العمل، المتابعة الجدية والعمل على يعني بقاء الطيور في أمان. يعني نصيحة في أول أيام الفقس، يعني لا تكثر على الإناث مراقبة الأعشاش، مراقبة يعني أين وصلت إلى غير ذلك، واترك الطيور تعمل يعني خطوة بخطوة، وستكون الأمور إن شاء الله على الوجه الأكمل. حتى يعني داخل السلاكات نلاحظ بأن الإناث يعني في بعض الإناث خصوصا الخلويات فهي تخاف، يعني عند دخولك للسلاكة فهي تخرج من العش. هذه ملاحظة لاحظتها، ويعني أتمنى من الإخوة يعني عدم الإكثار في مراقبة الأعشاش إلى غير ذلك. وموسم موفق للجميع بإذن الله تعالى، وشكرا لكم على المتابعة.